زوار مساء الجهة الكرام، قطاع تربية الدواجن من القطاعات الأساسية والحيوية والتي توفر اللحوم للاقتصاد الوطني. للانفتاح أكثر وللتعرف أكثر بهذا القطاع، ننفتح اليوم عن رئيس الفرع الجهوي لتربية الدواجن سي عبد الله الحماري. نعم سي عبد الله، ما هي نوعية المشاكل التي يعيشها القطاع لا سيما في هذه الظرفية، ظرفية جائحة كورونا التي ضربت مجموعة من القطاعات الاستراتيجية بالبلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي وقفي على هذا السؤال. فمن بين المشاكل اللي كيواجهها القطاع هي وفرة الإنتاج وقلة التسويق نظرا لهاد الظرفية اللي كتمر منها البلاد، لأن المحلات التجارية لا المقاهي ولا المطاعم ولا الفنادق ولا المناطق السياحية ولا اللي كت ولا المؤسسات ولا المناسبات ولا المآتيم ولا محلات الاحياء الجامعيه اللي كتواكب واحد المجموعه الطلبه ولا كذا وقيس عن ذلك. اذا جل هاد القطاعات اللي هي عرفات واحد الاغلاق على المستوى الوطني، فقله التسويق ما نقولوش انعدمت وانما النسبه اللي هبطت بها كتفوق واحد 50%. بالاضافه لذلك وفره الانتاج اللي الاساس ديالها والمصدر ديالها هو الشركات المنتجه للدواجن والديك الرومي اللي كيعرف حتى هو بدوره ازمه تفوق الدجاج اللاحي. وما يزيد من الوضع تازما هو الدجاجه البياضه او ما يعرف بالكروازي اللي زادت هي غرقات السوق رغم فساد الجوده ديالها، زادت في الانتاج بكميات كبيره وهذا انعكس على السوق الوطنيه بالمفهوم السلبي. واثر على الاسعار. واثر على الاسعار بصفه عامه، لان الاسعار حاليا تتراوح بين 6 دراهم 5 دراهم الى 8 دراهم، وهذا لا يكفي حتى لسد حاجيات كمية العلف المستهلكة للكسكوت الواحد. نعم سي الحماري، كنتم تعانون من العديد من الصعوبات، والعديد من المستثمرين كانوا قد أغلقوا، ولما أتت الجائحة زادت أثرت. هاد السؤال السي واقفي، احنا ما كنقولوش هاد الجائحة جات بزمانها، الى انها بالنسبه لقطاع الدواجن كما يمكن ان نقول بانها النقطه التي افاضت الكاس. فالازمه لها سوابق ولها تاريخ، لان السوق المغربيه بالنسبه للدواجن لا الديك الرومي ولا اللحوم البيضاء بصفه عامه اصبح التعريف تذبذبات على مستوى الاثمنه. سأطرح سؤال، هل هناك لوبي هو الذي يلعب في خفض الأثمنة وفي ارتفاعها أم وفرة الإنتاج؟ وفرة الإنتاج من الأسباب الأولية، لأن الشركات المنتجة للأعلاف والكتاكيت أصبحت تتنافس بشكل كبير مع بعضها البعض، والمشكل حاليا هما كيعرفوا المنافسة بيناتهم، ولكن الخطر عند المربي لا أقل ولا أكثر، لأن الشركات تنافس بعضها بالربح، أما نحن كمربيين نتنافس يعني الخسائر. وبالفعل القطاع أعرف خسائر جد مهمة اللي أصبحت كتحسب بالملايير الدراهم، وهذا جاء في بعض الصحف مؤخرا وبعض
المراسلات من بعض الجمعيات اللي كتمثل القطاع بان الملايير اللي ديال الخسائر اللي تكبد هذا القطاع هذا. اذا امام هذا الوضع هل راسلتم الجهات المعنيه؟ نعم، ما لسنا نحن كمسؤولين قمنا بعدة رسائل ووقفات احتجاجية أمام الوزارة وبالاجتماعات المتتالية للجمعية، لا الجمعية المغربية لمربط الدواجين ولا لاين بي سي ولا مجموعة من الجمعيات. المشكل الكبير هو هذه الجمعية بالضبط لحد الساعة معترف بها كورقة، أما في الميدان ما كان لما كندقوا كنراسلوا شي جهات معنية باش نتسناو شي جواب اليوم من هذا بقي ما وكنخص بديك الرئيس الجمعية المغربية ككل. أنا رئيس فرع ولكن الرئيس ديال الجمعية كيقوم بعدة مراسلات وقمنا بعدة وقفات احتجاجية أمام وزارة الفلاحة، ولكن المخاطب مباشر ما كاينش في هذا الباب هذا. إذا ما هي الملتمسات أو الملف المطلبي ديالكم؟ الملف المطلبي السواقي فيه هو أن الدولة تخص تاخذ بعين الاعتبار المشاكل ديال هذا القطاع. أنا كيبان لي بأن واخذة بعين الاعتبار هذه المشاكل، ولكن بالنسبة للجمعية اللي كتمثل أرباب الشركات هما اللي كتحاور معاهم بالطرق ديالهم اللي تبغي، في حين أن المربيين اللي هما العمود ديال القطاع ما كاينش التفاتة وما كاينش استجابة مباشرة مع المربيين اللي كاينين في المغرب، وأخص بالذكر المنطقة ديال جهة الرباط القنيطرة. ومن هذا المنبر كنلح وكنصر على الإخوان اللي هما كيسهروا على هذا القطاع، لا على مستوى الوزارة ولا على مستوى القبة البرلمانية ولا قبة المستشارين، باش يطرحوا أسئلة وتخضع بعين الاعتبار وشوفوا من حال هاد المربي اللي راهم دابا كيعيشوا واحد الأزمة اللي يعلمها الله سبحانه وتعالى، هو اللي كيعلم بالمآل ديالها. لأنه صراحة الوضع تأزم بأن دابا واحد 30% ديال الضيعات على مستوى المغرب راه فارغة والباقي راه هو غادي في نعم. إذا مرتدون بالإفلاس. بالإفلاس. نعم. بالإفلاس.